في هذا اليوم الثاني على التوالي في هذا اليوم الذي خصصت منافساته لتحديات اللقاية على أرضية هذا الميدان ضمن هذا المهرجان السنوي المقام على أرضية ميدان بوسمرة في هذا اليوم بنسخته السادسة على التوالي. هنا نتابع معاكم انطلاقة الشوط التاسع في مجموع أشواطنا لهذا اليوم، والشوط التاسع خاصا لمنافسة الإبكار لتحديات الإبكار. نسير مع هذه المسيرة ونتابع تحديات هذا الشوط الذي يضم نخبة من الإبكار الأصيلة المشاركة في هذا الشوط. الكل يحمل الطموحات، الكل يمني النفس بأن يسجل له نقطة في تحدي هذا المهرجان الكبير. هنا نسير إلى أول المراكز ونتابع تحديات هذا الشوط المميز الذي يضم هذه الفئة ومنافسة الإبكار مع هذا المسار. وأيضا نذكركم هناك وضعت سيارة للتوقيت الأجمل للتوقيت الأفضل في هذا اليوم في هذا الصباح المميز المشرق بالنواميس على أرضية هذا الميدان. أتقدم إلى المقدمة وأتابع الصدارة على المركز الأول. هنا الشبابية حامد بن محمد بن بطي القبيسي يتقدم بانطلاقة الشبابية. المركز الثاني القدوم هنا في هذه اللحظات من الزعيمة محمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي قادم على المركز الثاني في هذا الشوط. والمركز الثالث أتابع الوصول في هذه اللحظات من الطيارة، بدأت تطير الطيارة مع هذا المسار في هذه اللحظات يقودها عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر. المركز الرابع أتابع الوصول من محبة عامر بن سعيد بن علي الوهيبي الذي يضم إلى المركز الرابع. المركز الخامس أتابع هناك القدوم من الجانب الآخر في هذه اللحظات والوصول في هذا الشوط. بدأ التسلل الآن من قبل الطيارة عبيد بن عبد الله بن شاهين من يصل على المركز الرابع في هذه اللحظات. أشوف القدوم أيضا من قبل الشاهنية ضحي بن مبارك بن ضحية الاكتبي. هذه هي النتيجة للخمس الأوائل في هذه اللحظات، وهناك أسماء لم تتدخل حتى هذه اللحظة، أكيد ننتظرها مع الأمتار القادمة وما تحمل لنا من جديد هذه الشعارات اللي لها ثقلها اللي لها وزنها في عالمنا الساحر عالم سباقات الهجن. ولكن نرجع إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الصدارة. بدأت تتزعم الزعيمة على المركز الأول محمد بن عبد الله بن أحمد الفلاسي يقود الزعيمة في هذا الشوط، يريد أن يتزعم بانطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني الملاحقة هنا مستمرة من قبل الشبابية حامد بن محمد بن بطي القبيسي يتابع الشبابية على المركز الثاني. المركز الثالث أشوف القادمة هملولة محمد بن عبد الله بن معضد النيادي في هذه اللحظات يصل على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القدوم من قبل محبة عامر بن سعيد بن علي الوهيبي يصل على المركز الرابع. المركز الخامس بدأ الهجوم الآن في هذه اللحظات من قبل الشاهنية ضحي بن مبارك بن ضحية الاكتفي أيضا يبحث عن الفوز في تحدي هذا الشوط. الله المنعطف الأخير بدأ ينتهي، بدينا بالاستقامة والتوجه السليم التوجه الصحيح إلى الخط الأبيض إلى منطقة الثيل مع هذه اللحظات والصدارة. هنا من أعلن التصدر الزعيم الزعيمة على المركز الأول في هذه اللحظات
بدأت تعلن الانتصار مع المركز الأول مع الصدارة. هنا محمد بن عبد الله الفلاسي يقودها قيادة سليمة على الصدارة في هذا الشوط المركز الثاني. أشوف القدوم من الشبابية، حامد بن محمد بن بطية القبيسي قادم على المركز الثاني. أهالي الشابة يبحثون عن النصر في تحدي هذا الانطلاق. المركز الثالث بدأت تحرك أيضا، قادم من هنا بن معيض محمد بن عبد الله بن معضد النيادي بانطلاقة وتحركات الشاهنية وهملولة على المركز الثالث. في هذه اللحظات بدأت السرعة الآن، الكل الآن بدأ يتواجد مع أجواء الكيلو المتر الأخير في تحدي هذا الشوط. والاختطاف بدأ الآن في هذه اللحظات من زعفران سالم بن خميس الشامسي قادم مع هذه اللحظات. الكيلو والنصف الكيلو الأخير اللي يفصلنا عن خط النهاية بدأ التحرك الآن من قبل محبة عامر بن سعيد الوهيبي الذي يضم إلى المرتبة الخامسة في هذا الشوط. ولكن وين الزعيمة؟ الزعيمة على المركز الأول بدأت تنفرد الزعيمة مع الصدارة في هذه اللحظات على الصدارة الأولى على المركز الأول في هذا الشوط. يا سلام يا لهم الشوط، بدينا في هذه اللحظات مع التحدي الأول لانطلاقة الزعيمة، الزعيمة على المركز الأول. هنا محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي على الصدارة على المركز الأول. الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير اللي يفصلنا عن خط النهاية. بدأ الهجوم الآن، بدأ الهجوم الآن على المركز الثاني من زعفرانة سالم بن خميس الشامسي. بدأ التحرك الأخير، زعفرانة وزعيمة، زعيمة وزعفرانة، التحدي الأخير في هذه اللحظات. حركة حركة، الله 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 الله، بدأ الانطلاق. زعيمة زعيمة على المركز الأول بدأت تنفرد، بدأت تعلن التحدي في هذه اللحظات المميزة. الله الله يا زعيمة، زعيمة على المركز الأول في هذه اللحظات. اسم على مسمى، اسم على مسمى، تهانينا من هذه اللحظات. بدأت تحسب الشوط، ولكن أشوف المركز الثاني بدأ الهجوم الآن على المركز الثاني من قبل الشاهنية. ضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي بدأ يهجم الآن. مبارك قادم على المركز الثاني في هذه اللحظات. الله يا سلام، الاختطاف الأخير بدأ في هذه اللحظات من الشاهنية، والسلامات تذهب إلى منطقة الهير وين ما يقطنها. هناك ضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي، أسعد الله صباحك بكل خير وبكل افتخار. راعي شاهين من يقدم الشاهنية، تهانينا والناموس إلى ضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي على فوز الشاهنية المركز الثاني. ذهب مرصيب زعفران سالم الخميس بن محمد الشامسي المركز الثالث. هنا رقم 15 غير مدونه في الكشف الرابع. سراب حميد بن حمد الينيبي اللي احتلت المركز الثالث، المركز الرابع. هنا ذهب الى الضبي احمد بن سالم الخيلي اما المركز الخامس مكانه من نصيب الشبابيه حامد بن محمد بن بطي القبيسي. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 8:01 بالوفاء، والتمام تهانينا والناموس الى مالك الشاهنيه ضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ذهب من نصيب، المركز الثاني ذهب من نصيب زعفران سالم الخميس الشامسي. التوقيت الزمني 8:06 ثلاث اجزاء من الثاني. المركز الثاني رقم 15 على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع المركز الثالث، التوقيت الزمني 8:06 خمس اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للمركز الثالث في هذا الشوط اللي احتل الثالث المراكز. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الاولى.